يا ماما يا ماما، هي يا امنيه. نعم يا امنيه. يا ماما انا كنت بكلم بابا يا ماما. راح قال لك ايه؟ راح قال لي يا ماما ان لما يرجع مش عايز يشوفك ولا يشوفني في البيت. هو قال لك كده؟ اي يعني نمشي يا ماما كده برضو؟ نهون عليك يا احمد، برضو تعمل فينا كده؟ انا بقدر اكلمه واصالحه واقول له انا غلطانه، بس مش عارفه اقول ايه. كان بيعاملني كده وكان عمال يزعقني. لا يا حبيبتي انتي مش غلطانه ولا حاجه. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي يا ماما؟ ايوه انا هكلم ندى صاحبتي، ما هي جوزها برضو كده على طول على طول يطلقها. جوزها عصبي قوي قوي يا امنيه، على طول يرمي عليها يمين الطلاق. عامل زي ابوك كده بالظبط من غير ما يفكر. وهي تقول لي الحل؟ ايوه طبعا. ماشي. الو، الحقيني يا ندى الحقيني. في يا ايه؟ مال صوتك؟ الحقيني يا ندى، احمد جوزي طلقني ودي الطبقه الثالثه ليا، وبيقول لي ساعتين بالظبط واجي ما لقيتيش في البيت ولا انت ولا امنيه. كل ده ليه يعني؟ انا ما غلطتش، ما عملتش حاجه. كل ده عشان امنيه بنتي نجحت وقلت اعمل لها نيلوك يعني وقضيت لها شعرها. طب ما انا قلت فرحها، هو جاب لها برج فرحها، انا بقى قلت قصت لها شعرها وفرحها. دي مش من حقي يعني اللي انا غلطت فيه بس. يعني هو طلقك عشان انت قصيتي شعر امنيه؟ ايوه شفتي يا ندى، ده سبب بالله عليكي طلقني عليه؟ ده سبب تافه جدا. انا قلت عملتي مشكله كبيره يا ايه. لا والله ما عملت حاجه غير كده بس. يا محمود عايز اقول لك على حاجه. قول. طب وانت بتحبيني بجد؟ بحبك، انا وحشاك، انا بموت فيك بصراحه. مش مصدقاني، ما انت رحت اتجوزت ام غزل. ام غزل مين دي اللي انت بتتكلمي عليها؟ ام غزل دي انا اصلا ما بصلهاش ولا عبرها. دي كانت هتموت عليا. ويا بنت انا كنت متجوزها شغل شغل يا بنت، كانت تيجي تقرب مني الله الساعة ولا يا بقالي بريحتها النتنة المعفنة دي. هي ايه مال الرجالة؟ هتاخدنا لحم وترمينا عظم ولا ايه؟ ما تسكتيش يا آية. بقول لك ايه، انت تسمعي كلامي بالحرف الواحد. طب اعمل ايه يعني؟ تقفلي عليكي باب شقتك والتربسيه، واذا كان بقى جه خبط عليكي هي كلمة واحدة تبقى على لسانك، الشقة من حق الزوجة، وروح بيت امك بقى بات فيه. لا انا مقدرش اقول لحمك كده، ده ممكن يفرق عليا باب الشقة ويضربني. لا ولا يقدر يعمل حاجة. تربسي عليكي باب شقتك بس وما تفتحيش، وانا جايالك يا آية. طيب خلاص انا مستنيكي. طب تعاليلي بسرعة. طيب يا ندى. ماشي يا آية، ما تخافيش كده، انشافي يا آية وما تخافيش. شقة من حق الزوجة، روح بات عند امك. خلاص لو جه هقول له شقة من حق الزوجة، انا مش هفتح الباب. بس كده. خلاص ماشي، مستنيكي ما تتأخريش عليا. ماشي اقفلي يا آية. باي باي. شكرا يا ندى، مع السلامة. باي. ده سبب يطلقها عشانها؟ ده ايه ده؟ هي كل الرجالة كده بتطلع على سبب تافه؟ ياخدونا اللحمة ويرمونا عظم. انت عارف يا محمود لما انت اتجوزت ام غزل، انت عارف الدنيا كلها اتقفلت في وشي. لا مش مصدقة ان محمود جوزي بيقول لي بحبك وروح اتجوز واحدة. لا يا بنت انا بحبك انت بس. بجد يا محمود؟ اه والله. بس عاوز اقول لك على حاجة. قول. ام غزل دي عليها صنيه فراخ يا نهار ابيض على الجمال. الله. تصدق بقى مش عاملاك مسقعه تاني يا محمود؟ وخلي بقى ام غزل تعمل لك الفراخ في البطاطس. يا بنت بقول لك عليها اكلها حلو بس. طب ما تتكلمش معايا تاني يا محمود. لا يا حلو. لا. طب اغني لك؟ لا. ايه يا حبيبتي ما تصدقيش اللي قال لك عني كلام. انت جاي بتصالحني يعني؟ ده عاوزنا نكون اقسام. ماشي يا ايه، استعبطت يا ايه؟ تقص الشعر يا امنيه يا بنتي؟ تخليها شبه الولاد؟ امال تكون في ورايا؟ مكان ما تستعزميني؟ ايه ده؟ هي بتلبسها باب من جوه ولا ايه؟ ايه الاستعباط ده؟ ايه؟ امنيه افتحي يا امنيه. يا آية خلي بالك يا آية، انت كده موجودة جوه وبتدربسي الباب، انت كده بتعالجي غلط بغلط تاني اكبر منه. خلي بالك يا غزل. غزل غزل اصحي يلا يا حبيبة مام. نعم يا مام. يلا يا حبيبتي قومي البسي يلا. هنعمل ايه؟ هنروح الاول عند طنط ايه وبعد كده وديكي الملاهي، بس يلا قومي البسي بسرعة. حاضر يا ماما هروح البس. يلا. متجوز برنسيسة؟ أنا متجوز برنسيسة. أستاذ محمد، حضرتك أستاذ محمد. أول ما تشوفني تقول تقف يا محمود. هتصحبني ولا إيه؟ قوم أقف أنا بتكلم. شو صاحبك؟
بس يا بغزة. هتصاحبني ولا ايه؟ لا مش بصاحبك يا باشمهندس. ركز في عمارتك. ركز لم الزبالة وسلم السلالم. الدنيا نضيفة قدامك. لا مش نضيفة. مش هقول لك تاني. هو انا مقصر في حاجة يا باشمهندس. يا حيوان. قسما عظما ما هسيبك. رجعت تاني يا باشمهندس محمد. يا عم الطين صاحبك ايه وظيفتك ايه؟ خلي بالك انا كنت همد ايدي عليه. لا لا يا محمد. بس ما ردتش عشان انت واقفة. يا ماما يا ماما انا خايفه يا ماما افتحي الباب. ما تخافيش يا ام لا مش نعم يا احمد عايز ايه؟ افتح الباب يا ايه. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش انا قلت لكم اجي مالكيش في الشقه؟ لا انا مش ماشيه من هنا، دي شقتي، الشقه من حق الزوجه، انت اللي ما تجيش هنا تاني فاهم؟ نعم امك اللي قالت لك الكلام دوت؟ لا طبعا مش ماما اللي قالت لي كده، دي ندى مرات صاحبك محمد هي اللي قالت لي كده. مش انت قلت لي لو في حاجه وقفت معاكي في الحياه كلمي ندى واساليها؟ انا كلمتها بقى وسالتها وهي قالت لي كده، قالت لي ما تدخلوش الشقه عشان الشقه من حق الزوجه. ماما ايه يا زوزو؟ هو احنا رايحين فين؟ قلت لك يا حبيبتي رايحين عند فمت ايه. ايه ده ماما هي قالت تروح معانا الملاهي؟ لا مش هينفع تروح معانا الملاهي عشان عندهم مشكله كبيره شويه، بس ان شاء الله لما المشكله تتحل هنبقى ناخدوا معانا امنيه الملاهي. ماشي يا ماما. مين اللي بيطلع؟ مين؟ محمد ابوكي. يا ندى. خير يا محمد. صباح الخير. صباح النور. انت لابسين كده ورايحين فين؟ رايحين مشوار. مشوار؟ خير. رايحين فين يعني يا ندى؟ انت جوزي؟ انت مش جوزي، لما تبقى جوزي ليك حق تقولي رايحة فين وجاية منين. يعني ايه؟ يعني انا انتي انا ايه يا محمد؟ انا ايه ها؟ انا اسف. طيب وصلكوا طيب؟ لا ما ينفعش، لما تبقى جوزي كمان 3 شهور تبقى تعالى وصلني. كده يا ندى؟ كده يا محمد. يلا روح بقى عند بيت مامتك. يلا ماشي يا ندى. ماشي يا محمد. انا اروح عند مامتي؟ اه. انا يا ندى؟ هتعمل ايه؟ ولا حاجة. انا اسف. يلا يا ستي. يلا يا يلا. يا ولد طيب انت صاحبنا يا محمود. طيب يا اخي. طب والله اطلع. لا لا خلاص يا محمود والنبي خليني قاعدين في العماره انا شغالين فيها يا محمود. اقعد يا محمود. اه خلاص بقى خلاص. قفلني والله قفلني والله. راجل يقفل وش سحلته كده بتقفل على الصبح. معلش بقى يا محمود ما تزعلش. تعبني ولا خلاص بقى هيطف عليا وهو بيتكلم. تعبني والله خلاص بقى. هو ده ابو غزل اللي مش عارفين ان هو كده. ايوه افتحي بطلي استعباط يا هاني. مش فاتحه. انا تعبان عايز ادخل اريح شويه. روح ريح عند الحاجه والدتك. افتحي يا ماما افتحي يا ماما افتحي. لا مش كتير. خلي بالك انت كده بتزودي غلط. افتحي يا ماما. مش انت اللي طلعتني واخترت يا احمد؟ هو ده سبب برضه تطلعني علشانه؟ يا ماما تفتحي بابا الباب. يا احمد ده انت طلعتني الطلقه الثالثه. طلعتني الطلقه الثالثه. فاهم يعني ايه الطلقه الثالثه؟ ماشي يا ايه صدقيني الموضوع ده مش هيعدي على خير. ماشي يلا ما تجيش هنا تاني بقى. طيب ندى قالت لك كده؟ انا دلوقتي بقى هروح لمحمد صاحبه واشتكي له. بقول لك ايه يا محمد؟ نعم يا ندى. لو سمحت ما تجيش هنا تاني علشان الجيران ما يقولوش علينا كلمه وحشه. ازاي يعني يا ندى؟ انا ابو غزل. ابو غزل على عيني وعلى راسي. مطلقني ولا مش مطلقني؟ طلقني. يبقى الجيران هتقول علينا كلام وحش. لما اكون عايز اشوف غزل تبقى اوديها لك عند مامتك تشوفها. عند مامتي. ايه يا محمد مالك؟ ماشي يا ندى. ماشي يا محمد. بصراحة يعني كده يا ماما؟ اه. انتي يا ماما بوظتيلي شعري.
انت قصتي جامد قوي يا ماما. انا جيت كده بصيت في المرايه يا ماما، لقيت نفسي شبه الولاد يا ماما، حسيت نفسي انا ولد. مش انت يا امنيه شعرك كان عاجبك وقلت لي حلو يا ماما؟ انا ركزت في كلام بابا وعرفت ان هو ليه حق، بس يعني ملوش حق ان هو يطلقك بصراحه، ده سبب ما يستاهلش الطلاق فعلا. بس يا ماما انا برضو مش فاهمه ايه يعني الطلقه الثالثه، يعني مش هشوف بابا تاني؟ لا يا حبيبتي هتشوفيه ان شاء الله، لما تروحي تشوفي بابا ان شاء الله هبقى اوديكي عند تيتا وتشوفيه باذن الله، ما تقلقيش يا حبيبتي. ماشي. هو اللي عمل كده يا امنيه، هو اللي طلقني، هو كان عارف يا امنيه ان الطلقه الثالثه احنا مش هنرجع لبعض تاني، مش انا والله يا امنيه السبب، انا كنت عايزه افرحك والله. تعالي يا حبيبتي، مش عارفه انا اتاخرت ليه كده، بس تعالي تعالي. هلا ندى. ما ينفعش تقولي تعالي يا ندى واحنا نازلين على السلم. يا عم محمود. نعم. ما تدخلش تاني استاذ محمد العماره، علشان عيب الجيران هيقولوا علينا كلام وحش، وهيقولوا عليك بواب مش كويس. سواعد ده باشمهندس محمد، سواعد الكلام، بعد اذن حضرتك من النهارده ما تدخلش العماره دي تاني. ها اسمع كلام المأذون، يجي يعمل لي كده وادخل. خلاص ثلاث شهور وهرجع، وانت اول واحد همشي من العماره. يا عم خلينا في النهارده، انا بقول لك على النهارده، لو سمحت ما تدخلش العماره تاني من النهارده. الناس يقولوا عليا ايه؟ ولا البوابين اللي حواليا يقولوا عليا ايه؟ خلاص يا محمود. قسما عظما يا محمود ما هسيبك. ليه بس يا بابا؟ برضه يا ندى مش عايزه تقولي لي رايحه فين؟ لا مش هقول لك، لما تبقى جوزي بقى اقول لك رايحه فين وجايه منين. كده يا ندى؟ ايوه. ماشي. غزل غزل، بقول لك ايه؟ ولا اتكلم ندى تاني ولا غزل. يا عم انت اللي ما تجيش. كاسم انا عازم المحاسيبك يا حيوان. يا ابو غزل خلاص حقك عليا. انت كل شويه تشوفهم تبص لفوق. حاضر بص لفوق. يلا يا باشمهندس اجد يا عم محمود، شكلنا محتاجينك. والله والله انت اول واحد همشيه في العمارة هنا. يا عم ارجع بس ثلاث شهور، ثلاث شهور وهرجع يا حيوان. انا بتكلم معايا يا باشمهندس، ايوه لازم ارد عليه كده واديله، ما انا كل مره هيسكت له لا هياخد عليا. يا محمود مالكش دعوه بيا يا محمود. ما انا عملت شكل وحش قدام الناس، الناس بيقولوا عليا ايه؟ انت ما تكلمش غزل ومغزل تاني، ما تكلمكش دعوه بيهم خالص. بتجري عليا يا ما هنمشي من العماره يا محمود، هنروحوا فين يعني؟ ولا بتجري عليا؟ اه بغير عليك يا محمود. ماشي يا ماشي يا ام غزل، على فكره انا زعلان منك يا ام غزل. وزعلان مني ليه؟ هو انتوا عايزين تاخدونا لحم وترمونا عظم ولا ايه؟ لا انا زعلان منك عشان انت سخنتي آية وقلت لها الشقة من حق الزوجة. ما حقها، انت مش طلقتها ثلاث مرات الشقة من حقها. طيب يا ام غزل، ليكي كبير ترد عليه، هروح لاستاذ محمد واشتكي له. ايه؟ شوف هيعمل فيك ايه؟ اشتكي له، ملهوش حكم عليا، اصل هو مطلقني. وبقول لك ايه، انا بتشرط عليه كمان عشان ارجع له، كل شوية ارجع لي والنبي اقول له لا. معناته ايه الكلام دوت يعني؟ روح اشتكيله. طيب انا اروح اشتكيله وشوف هو هيعمل ايه. انا عايز اشوف هيعمل ايه. ماشي يا ام غزل. ماشي الف زحمه. مالكش دعوه بابا غزل تاني، ما تتكلمش معايا، هو راجل عصبي. سيبك منه، خش اعمل لك بتنجانه. لا انا زعلانه منك لسه، خلي بقى ام غزل تعملك فريك فريك. لا يا محمود. يا حبيبتي ما تصدقيش اللي قال لك عني كلام. لا يا محمود خلاص اسكت. دعوزتك. خلاص يا محمود صوتك وحش والله، صوتك وحش. انا هعمل لك مسقعه. هو انت وام غزل عليا ده اليوم اللي مش معدي دوت؟ لا والله والله مش بزعلك مني، بس انت بجد صوتك وحش قوي يا محمود. بجد صوتك وحش؟ وحش قوي. خش يا بنت الجيران. ماشي. تموت فيا ام غزل، بتبص لي ازاي؟ تموت فيا ام غزل. مين؟ أنا يا هيا. افتحي. حاضر يا ندى. تعالي يا حبيبتي تعالي. ازيك يا غزل يا حبيبتي؟ كويسة يا طب ايه؟ ازيك يا غزل عاملة ايه؟ ازيك يا طنط ندى؟ ازيك يا ندى عاملة ايه؟ ايه اللي انت عملتيه في أمنية ده؟ عملت ايه؟ قصيتلها شعرها. ده انا كنت بحسبها ولد اول ما دخلت. نيلوك يا ندى، ما كل الناس عامله كده يا حبيبتي، عم تفتحي النت بس وشوفيه. انت كنتي فين لو ماما بتوصلك شعرك كده؟ هي ماما قالت لي عملت نيلوك دي. ادخلي انتي يا امنيه، انتي وغزل حبيبتي تلعبوا جوه، ادخلي يا حبيبتي. حاضر يا اسطى. ايه بس اللي انتي عملتيه في الفلتك ده؟ في ايه يا ندى؟ حتى يا ندى لو انا غلطت وقصيت لها شعرها استحق ان انا اتطلق يا ندى؟ يخرب بيتنا وحياتنا عشان قصيت لي البنت شعرها؟ طب ما فهمني بالراحه، يقولي لي انتي عملتيه ده غلط، ما تعمليش كده تاني، استاذنيني
الاول خدي رايي. يا عاقبك اي عقاب تاني بس ما يطلقكيش. هو انت قلتي يا ندى؟ تعالي ستي نتكلم جوه. تعالي يا محمود، المغازل جت ولا لا؟ اولا يا باشمهندس انت مش هتقلع العماره خالص. ما تسالنيش بقى جت ما جتش، ما تسالنيش، مش هتقلع العماره. قسما عظما يا محمود، 3 شهور بالظبط وانت اول واحد هيمشي من العماره دي. خلينا في النهارده، قلت لك يا استاذ محمد اهو. رد على السؤال اللي انا سالته لك. مش هرد عليك ومش هتقلع العماره. المغازل جت ولا لا يا حيوان؟ مش هرد عليك لو ايه اللي حصل. طب اوعى اوعى يا باشمهندس، ام غزل ما جتش. طب ما تجاوب على السؤال. ماشي يا باشمهندس. انت ما عندكش دم صحيح. ماشي يلا باشمهندس من هنا. حيوان شغلت دماغي عليه وبرضه ما طلعتوش العمار. ملك يا امنيه، في ايه؟ بصراحه يعني كده يا غزل، انا زعلانه قوي ان بابا يعني طلق ماما. طب بصي يا امنيه، ما انا عايزه اقول لك على حاجه. ما انا برضو يا امنيه بابا طلع ماما يا امنيه، وكمان ماما قالت لي مالكيش دعوه بكلام الكبار، فاحنا يا امنيه مالناش دعوه بكلام الكبار، وتعالي نلعب يا امنيه. ماشي يا انت عندك حق، يلا نلعب يا امنيه سبت حق. يلا. الله قولي لي يا ايه؟ ايه الهدوم دي كلها؟ انا كنت بلم هدومي انا وامنيه وماشيه، لولا ان انا كلمتك وفهمتيني اعمل ايه بالظبط. ايوه هتفضلي متمسكه ببيتك كده ايه تطلعي منه؟ اذا قالك اي حاجه ايه الشقه من حق الزوجه يا بابا. ما هو جه هنا فهمته وقلت له، قلت له امشي، انت مش هتدخل الشقه دي تاني، مش انت طلقتني؟ الشقه من حق الزوجه. قال لي روح فين؟ قلت له عند الحاجه والدتها. هو لسه مقابلني تحت وكان متضايق قوي. انت بجد؟ قال لي وقال لي هروح اشتكي لجوزي. قلت له روح اشتكي له، ده كان جوزي زمان، دلوقتي طليقي، ملوش حاجه عندي. ده هو انت طلقتي؟ ايوه طبعا، محمد طلقني 3 مرات، ومش مش بس كده، ده كمان جوزني لمحلل. محلل؟ ايوه محلل يا ندى. ايوه علشان ارجع له تاني، ودلوقتي طلقني المحلل وبقى قاعده في 3 شهور العده، ومستنيه 3 شهور العده عشان يرجع لي تاني. بس ما اقولكيش بقى محمد كل شويه انا اسف يا حبيبتي، بحبك يا حبيبتي، كلام حلو عمري ما سمعته في ال9 سنين اللي انا اتجوزتهم فيه. انا عايزه افهم بس، هو جاب المحلل ده منين؟ اتجوزتي مين؟ اصل هو قال لامه، وامه قالت له هتلاقي واحد عبيط يطلق على طول، راح جايب لي عم محمود البواب. يا نهار ابيض، البواب؟ ايوه عم محمود البواب. وانت رضيتي ان انا اتجوزي البواب؟ رضيت، بس بصي خليت محمد يتعلم الادب، دلوقتي اتنطط عليه ازعق له، اقول له اللي انا عايزاه كله، يقول لي حاضر ونعم وانا اسف يا حبيبتي. قبل كده 9 سنين اللي فاتوا ده انا ما كنتش بعرف اتكلم مع محمد اصلا، كان عصبي، ما كنتش بقول غير كلمتين حاضر ونعم، ومع ذلك اتطلقت 3 مرات. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله. كنت لسه جاي لك دلوقتي. في ايه بس؟ دلوقتي مرات حضرتك دلوقتي سخنت مراتي، تمام؟ ايوه. وقالت لها الشقه من حق الزوجه، وكمان مراتي ما رضتش تفتح لي باب الشقه خالص، اصل انا طلقتها الطلقه الثالثه، ودلوقتي وانا نازل من عندها مرات حضرتك وبنت حضرتك ام غزل لسه كانت طالعه عند المدام عندي. اه عشان كده ما رضتش تقول لي هي رايحه فين. بس انا دلوقتي ماليش حكم عليها. ليه؟ انا طلقتها 3 مرات. شبهي كمان؟ ايوه. طب وعملت ايه طيب؟ انا جوزتها محلل. محلل؟ يوم واحد بس و3 شهور وهرجع لها. انا الحاجه امي قالت لي جوزها واحد عبيط. لا انا لا يمكن اعمل كده ابدا. اسمع الكلام، لازم تتنازل، ما رضيتش تدخلني الشقه، اعمل ايه طيب؟ 1 2 3 4 5 جمعه 1 2 3 4 خميس. انا سميتها ايدي. ماشي تسكيش ايدي. يلا. ايه كانت ايه قميص؟ جمعه. كانت جمعه. جمعه. انت عارفه انا النهارده لما احمد جه واتكلم معايا، انا اول مره في حياتي اعلي صوتي عليه واكلمه بقوه كده يا ندى. لا ولسه يا ايه، انت لسه تتكلمي بقوه اكتر من كده. اي خطوه تاخديها في حياتك تكلميني في التليفون، وانا اقول لك تعملي ايه بالظبط. ما انا هعمل كده على طول، اي حاجه هكلمك في التليفون على طول والله. لا خلي لك احمد ده كل شويه يتاسف لك. وحاضر ونعم يا حبيبتي. ايوه طبعا، عشان ده مش سبب يطلقني عشان ويخرب بيتنا عشان ماما. مش هياخدونا لحم ويرمونا عض. ايوه عندك حق يا ندى، عندك حق. يبقوا مؤدبين ومحترمين ويطلقونا على اتفه الاسباب. وانت
شويه وبعد كده ارجع له. خلص بس 3 شهور العيد. ربنا يهديهم علينا. تعرفي وانا نازله دلوقتي وجايه لك قابلني على السلم قال لي رايحه فين؟ قلت له مالكش دعوه، مالكش كلمه عليا، مش هقول لك انا رايحه فين. ده بجد؟ اه قلت له ما تبقى جوزي بقى اقول لك. ايوه صح. ربنا يهديهم كده يا ايه وتشاف يا ايه. ربنا يهديهم علينا والله يا ندى. يا رب. يا وسطها عم محمود البواب يوم واحد بس. البواب؟ ايوه مضى الصبح وبالليل مضى طلاق واخد 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايوه وثلاث شهور وهرجع لها. طب بقول لك يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ احمد. انت مال ايدك من البواب دوت؟ عبيط عبيط، امي قالت لي جوزها لواحد عبيط وهو عبيط فعلا. طب ممكن بس تتكلم معاه وتتفق معاه اللي هو يبقى محلل عندنا كمان. حاضر. تمام اللي انت عايزه يا استاذ احمد. وانا هقول له مراتي على الموضوع دوت. ماشي ماشي. شكرا يا استاذ محمد. عفوا يا استاذ احمد. ماشي يا ندى. ماشي عم محمود يا بواب. يا محمود خلصت لك بقى سنين بتنجان قد كده جميله جميله قوي حضر لك. يلا البتنجال طالع منك كانه سنين فراخ، كانك عامله عجله بيه. سنين فراخ؟ ها لا يا بنت يعني مغازل. انت اكلك عندي بالدنيا كلها. ماشي يا محمود، يعني انت بتحبني بجد بقى؟ معشاك يا محمود. يا محمود اطلع 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 يا مشوار. عايزك في شغل يا محمود. اتكلم اهو. وموقف يا محمود عايزك في شغل. شغل شبع المره اللي فاتت محلل. الاول انت طلعت ام غزل تاني، ده ايه الشغلانه ديت؟ امنيه. نعم يا غزل. ينفع اسالك سؤال؟ اتفضل. هو مين قصيك شعرك؟ ماما قصتهولي يا غزل. بس اقول لك الصراحه ما تزعليش مني. اتفضل. انت شعرك يا امنيه وحش قوي. بجد يا غزل شعري وحش؟ الصراحة أنا يا أمنية وكمان شكلك زي الولاد قوي يا أمنية. أيوة يا غزل أنا برضو قلت لماما أنت بصراحة قصتولي جامد قوي يا ماما. أيوة يا أمنية أصل شكلك زي الولاد قوي يا أمنية. ماشي يا أمنية. لا مش أم غزل. أمال مين؟ مرات أم أمنية. هو أنت متجوز تاني يا باشمهندس؟ لا مرات واحد صاحبي. طب بقى روحش في أي حد تاني يا أبو غزل. لا محمود جوزي مش هيتجوز حد تاني خلاص. مرات واحد صاحبك؟ هتاخد 3000 جنيه. هتتجوزها انت يا باشمهندس محمد؟ لا لا ام غزل تزعل مني. يعني انا ازعل عادي ولا ايه؟ شغل شغل. 3000 جنيه يا محمود. ايه انت بتفكر؟ اسمعي بس. الصبح تمضي وبالليل تمضي على الطلاق. بص يا بنت انا هقول له حلاوه 5000 جنيه. فهميني بس اسمعي. عشان نشتري شقه يا بنت هنا ونبقى عندنا شقه. انت بتضحك عليا يا محمود وانت كمان كداب مش بتحبني اصلا. انت عاوزين نلم فلوس يا لا بنت. انت كداب ومش بتحبني يا محمود. شفت خايف على مراته ازاي تزعل منه؟ خايف عليا انا كمان وخايف على زعل. هو معاه فلوس احنا معناش فلوس يا بنت. لا يا محمود انا زعلت منك يا محمود. يا باشمهندس قلت يا محمود. لا مش موافق. انا عاوز 5000 جنيه يا باشمهندس. نورتيني يا ندى والله. بس يا ايه انت جدع عشان لما حصلت لك مشكله كلمتيني على طول. ما انت مش فاهمه حاجه. هو احمد قال لي كده، قال لي لو في اي حاجه وقفت معاكي كلمي ندى على طول واساليها عشان كده كلمتك. احسن هو اللي جابه لي. طيب امنيه توحشيني. مع السلامه يا حبيبتي. تيجي معانا الملاهي؟ انا يا امنيه. لا انا مش هسيب ماما بصراحه حبيبتي. يا امنيه انا عايزه اقول لك على حاجه. اوعي تنزل اوتيل مركز انا بكلم الكبار. ماشي حاضر يا غزل. ربنا يخليها لك. يا عايزه شكرا يا لو اي حاجه هكلمك. باي باي يا غزل. ماشي حبيبتي ما تخافيش. مع السلامه. انا موافق يا محمود. وكمان كل يوم بتعمل لي صينيه بطاطس بالفراخ زي ام غزل بالظبط. ام غزل كانت بتعمل لك صينيه بطاطس بالفراخ؟ ايوه يا باشمهندس. قسما عظما نحسبها. بس وعاوز اقول لك على حاجه كمان يا باشمهندس. عايز ايه تاني يا حلوان؟ لا ما تغلطش ما تغلطش بعد اذن حضرتك. عايز ايه تاني يا محمود؟ تكتب لي الاوضه ديت باسمي علشان مش كل شويه تيجي وتقول لي همشيك من العمار. اولا كل شويه تقول لي همشيك همشيك. انا مش شغال في كارفور عشان تقول لي همشيك يا باشمهندس. الاوضه هكتبها باسمك انت يا محمود. ايوه علشان ما تمشينيش تاني يا باشمهندس. ايوه قلت يا باشمهندس. وتحط رجل على رجل كمان. ايوه باتفاق. شوف يا باشمهندس وعاوز اكلمك حاجه تانية. لما انا اتجوز بقى ام امنيه اللي انت بتقول عليها
مين اللي هيسيق العمارة ومين اللي هيلم الزبالة؟ انت ولا ابو امنية؟ هنحلها. ما تفهمنيش، انا اظبط اموري. هنحلها قلت لك. يعني ابو امنية هيجي يمسح هنا ويظبط الدنيا ولا ايه؟ ده عبيط؟ لا. ده عبيط؟ بصراحة هو دلوقتي عبيط. بس غلبان والله. انا موافق يا محمود. موافق. ايوه مين؟ هو انا مش قلتلك ما تجيش هنا تاني؟ انا عايز اقولك على حاجه، انا لقيت الحل خلاص. حل؟ ايوه. انت طلعتني بالثلاثه يعني ملهاش حل خلاص حبيبتي. لا في حل. ايه هو بقى؟ محلل. ايوه. مش فاهمه يعني ازاي، يعني هتعمل ايه؟ يعني انا يا ايه هجوزك واحد عبيط لمده يوم واحد بس، يجوزك الصبح ويطلعك بالليل. عبيط؟ هتجوزني انا واحد عبيط؟ ايوه عم محمود البواب عبيط. هتجوز مراتك بايدك يا احمد؟ يا ايه ما هو لازم يا ايه عشان خاطر بنتنا تعيش في وسطنا. وهتجوزني مين بقى؟ عم محمود البواب قلتلك. يا نهار ابيض، عم محمود البواب. ايوه محمد صاحبي. يا ماما انا هتجوز مراتك لبواب يا احمد؟ لبواب؟ يا ماما انا بصراحه بابا وحشني قوي. يا بابا انت وحشتني قوي يا بابا. انت وحشتني يا امنيه. طيب يا امنيه انا بعمل كل دوت عشان خاطر انت، عشان تتربى في وسطنا يا امنيه. لو انت كنت عايزه تتربى وسطنا بصحيح وخايف عليها كنت مسكت هزارك ومطلعتنيش المره الثالثه، وانت عارف ان بعديها مفيش رجعه يا احمد. لا لا انت يا انا كنت عايزه تحافظي على البيت، كنت قبل ما تقصي لها شعرها وتخليها شبه الولاد كنت تقولي لي يا ايه. ايه مالهوش لازمه الكلام ده دلوقتي، خليك واقف بس ثواني وهرد عليك. طيب ايه. تمام يا باشمهندس، يبقى كده اتفقنا. رقم واحد الاوضه تتكتب باسمي، رقم اتنين يا باشمهندس ال5000 جنيه، رقم تلاته يا باشمهندس البطاطس بالفراخ يا باشمهندس. تمام. حاجة تانية يا محمود؟ ايوه في حاجة تانية، تجيب لي واحد هنا يسيق العمارة ويلم الزبالة. مش عايز تبيدي؟ تبيدي؟ لا مش عاوز عندنا يا باشا، انا شكلي بقيت مهم يا بنت. ماشي يا محمود انا موافق. بقيت مهم. وبص يا باشمهندس، يا باشمهندس بعد اذن حضرتك يا باشمهندس. عايز ايه تاني يا محمود؟ وعاوز ترينج زي اللي انا خدته من عندك يا باشمهندس. ماشي يا محمود ماشي. مش عاوز حاجة يا باشمهندس. هتتجوز عليا تاني يا محمود؟ يا بنت فهمي بقى. لا مش شغلي يا محمود، انت بقى مستحلي الموضوع ومبسوط، عايز بقى تشوف ام امنيه وام غزل، وعايز بقى فرحان بالناس دي كلها. قاعد هنا بشوف الناس كلها طالعه ناس. لا يا محمود انت مش بتحبني وكداب كمان. كل ده عشان صينيه البطاطس بالفراخ؟ ده ماشي يا محمود، والمسقعه اللي انا عاملاها لك هاكلها لوحدي. لا مش تاكل منها حاجه الا دي. لا يا محمود الا المسقعه. انت مش بتحبني يا محمود. والله بحبك. لا والله بعمل كل ده عشانك انت، مستقبلنا وحياتنا انا وانت. لا انت كذاب. انا كذاب؟ تصدق بقى انا هتجوز ابن خالي اللي في البلد؟ يا بنت ابن خالي التاني. ايه يا ماما تعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هكلم ندى اسالها اشوفها اعمل ايه؟ ايوه يا ندى. خير يا ايه؟ في ايه؟ احمد جاني دلوقتي واقف على الباب بره وبيقول لي ان هو عايز يجوزني عم محمود البواب محلل. ها قولي لي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ كده احمد جوزك قبل محمد جوزي، واكيد دي فكره محمد جوزي. بصي يا ايه. نعم. انت هتوافقي على المحلل ده بس مش على طول. احمد دلوقتي يا حبيبتي ملوش عندك حاجه، يعني بصي تخليه يتحال عليكي، تعملي فيه اللي عمله فيكي ال 12 سنه جوزتي، طلعيه عليه دلوقتي وتذليه وتبهدليه كمان، وتفضلي تقولي لا مش متجوزه محلل، لا انا مش قابله دلوقتي، انا مش عايزه اتجوز محلل. بصي ذليه زي ما انت عايزه. فهمت يعني انا دلوقتي بقى وافق بس اسال صح ولا مش صح؟ اتقلي على ايه دوخي براحتك، ما هو ملهوش عندك حاجه، لازم تخليه توصليه المرحله اللي يفضل يتاسف لك كل شويه ويبوس ايدك كمان. طيب خلاص ماشي يا ندى، ربنا يخليكي يا رب يا ندى. قبل ما تعملي اي حاجه تكلميني على طول واقول لك تعملي ايه بالظبط. حاضر حاضر. ماشي يا ايه. ماشي يا ندى، يلا باي باي. باي باي يا حبيبتي. ربنا يقويها يا رب وتعرف تزله كويس عشان يبطل يطلعها على التافهه. يا ايه انت رحت فين يا ايه؟ رد عليا يا امنيه. نعم يا احمد.
امشي. افندم. ايه اللي انت عاملاه ده؟ فتحت الباب. فتحت الباب انت بتتكسل ايه؟ هو انت مش اخد بالك ان انت طلقتني والطلقه الثالثه؟ يعني ما ينفعش تخطي عتبه الباب ولا ايه؟ يعني دي طريقه للتفاهم يعني؟ ايوه دي احسن طريقه للتفاهم، انت اللي عملت كده فينا. وبعدين بقى انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. انا مش موافقه اتجوز محلل. مش موافقه؟ ايوه طبعا مش موافقه. وبعدين بقى قبل اي حاجه انا عايزاك توصف لي عم محمود البواب ده شكله ايه كده، وصفه لي. ايه يا عم محمود البواب دوت؟ راجل عبيط يا آية. راجل عبيط وكمان كمان عبيط؟ هتجوزني عبيط كمان يا آية؟ ما هو لازم يكون عبيط. انا مش قصدي عبيط اللي هو عبيط، يعني طيب يا آية، يعني مثلا ما يعرفش اي حاجه. اول حاجه هيتجوزك الصبح وهيطلقك بالليل، فهمتي؟ يعني انا لما اجي اطلع كده عقلي يبقى مكتوب عندي في الكده العقلي بتاعي ان انا متجوزه عم محمود البواب؟ يا آية مش شرط تطلعي كده عقلي، يعني مش مهم. طيب بص، حاجه بنتنا امنيه بتتربى في وسطنا. ايوه يا بابا. كنت عامل حساب لامنيه قبل ما تنطق كلمه انت طالق للمره الثالثه. يا بابا انت وحشتني قوي يا بابا. انت يا امنيه بصي لي يا امنيه، قعدت اشوفك يا حبيبتي. وحشتني قوي يا بابا. وحشتني قوي يا بابا. شعرك عامل كده ليه يا امنيه؟ تاني برضو تاني موضوع الشعر تاني. شعرها مضايقني بصراحه. طيب بص بقى، انا عايزه اقول لك على حاجه. انت تجيب لي السي دي بتاع عم محمود البواب ده، وبعد كده بقى افكر اذا كنت هتجوزه ولا لا. سي دي؟ ايوه طبعا. ايه ايوه سي دي بتاع عم محمود البواب، يعني اسمه وهو ساكن فين، كان متجوز ولا لا، طوله قصير اسمر ابيض، الكلام ده كله يعني. لا 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 لا. ايوه نعم. تبين عليكي كده مش عايزه تتفاهم. خلاص لا مش هتفاهم. خلاص تمام. على العموم انا اخد بعضي واروح ادور على بنت الحلال واتجوز. خليك بابا. رب امنيه. خلاص ماشي يا رب يوعدك ببنت الحلال. روح اتجوز يا احمد واعمل اللي انت عايزه وما تجيش هنا تاني. فاهم ولا مش فاهم؟ صدقت انا بهزر يا آية. بهزر يا آية. بهزر يا حبيبتي. بهزر. بتهزر؟ لو سمحتي بقى وافقي على البواب دوت وافتحي لي الباب، انا عايزه اتفاهم معاكوا. خلاص انا موافقه. الحمد لله يا امنيه يا حبيبتي. ايه يا بابا؟ اشوفك يا حبيبتي. يا ماما نبي اشوف بابا. لا مفيش. يلا بقى لو سمحت من هنا بقى عشان غلط وقفتك كده على الباب. حاضر حاضر. ما يصحش كده خالص على فكره. الجيران تقول عليا ايه؟ بس اشوف امنيه بس من هنا. بس شوفي يا امنيه. بابا وحشتيني يا حبيبي. وانت وحشتني قوي. عامله ايه يا امنيه؟ الحمد لله. ايه رايك يا امنيه كده، شايفاني كويس؟ شايفك شويه يا بابا. يا بنتي انت خسيت ولا ايه؟ لا يا بابا ما خسيتش يا بابا. ماشي يا حبيبي. ما انت كنت عايش معاها في بيت واحد وبتصبح عليها وتاكل معاها وتفطر معاها، دلوقتي بتتحل عشان تبص عليها؟ انا غلطان يا ايه. خلاص. طب يلا لو سمحت بقى من هنا. يلا. اروح اجيب البواب واجي. خلاص ماشي يلا. ماما. ايه يا امنيه؟ انا مش مصدقه يا ماما. شفتي بقى يا امنيه؟ لا بابا ده بابا العصبي اللي بيزعق طول اليوم بيتاسف لك يا ماما، عمال يترجاكي ان انت تسامحيه. مش مصدقه. شفتي بقى يا امنيه، ندى قالت لي خليكي قويه، وهو هتلاقيه بيقول لك انا اسف وحقك عليا ويتحايل عليا كمان. ايوه يا امنيه، احنا مش عايزين يا حبيبتي نخرب بيتنا يا امنيه، ومش عايزين نخرب حياتنا، احنا عايزين بابا يرجع لنا ومن غير طلاق تاني يا امنيه. بس بصراحه بابا وحشني قوي. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله هيرجع لنا باذن الله. يلا يا عيد. يعني خلاص يا محمود هتروح تتجوز ام امنيه؟ يا بنت شغل والله. لا مش شغل يا محمود، انت مستحيل الموضوع. والله ابدا، انت فكر ان انا اقدر احب حد غيرك. لا خلاص انت كذاب، مش بتحبني كمان. ما عندك اهو على سبيل المثال. السلام عليكم يا عم محمود. يلا بينا. جاهز يا بطل للمهمه؟ جاهز يا ابو امنيه. ال5000 جنيه باقي؟ لا بعد ما اتطلق زي ما اتفقنا. خلاص احنا مش موافقين، هو مش هيتجوز. خليك قاعد جنبي يا محمود. اسمعي بقى وافهمي بقى. رجع في كلامه ولا ايه؟ ما رجعتش في كلامي ولا حاجه يا ابو امنيه. انا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. ام امنيه بتعرف تطبخ؟ لا ما تهزرش. انت مالك انت بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش تطبخ؟ انت مالك؟ انت مالك صح؟ ده عبيط ده؟ ده عبيط؟ ايوه عبيط عبيط وغلبان. بص اديله فلوس واديله وقت مش هيتكلم معاك في اي حاجه، يعمل لك الشغل زي ما انت عايز. احنا متفقين ليه تعمل لي بطاطس بالفراخ؟ تعرف تعمل اكل ولا لا عشان اجي معاك، ولا ما اجيش معاك مش شغال يا جدع؟ انت مستني يا الله. بتعرف تعمل اكل؟ اكلها حلو؟ لا انت كده زودتها كده. خلي بالك انت كده زودتها. ده عبيط ده؟ ده عبيط ده عبيط؟ عبيط وغلبان والله. مش عارف هو بيعمل ايه؟ هو انت وابو غزل كل دقيقه تضربوني وتمسكوني فيها يا جدعان مالكم؟ ده
ايوه اكلها حلو. يلا بينا خلصنا من اليوم ده. اهم حاجه تعرف تعمل بطاطس بالفراخ. بتعرف تعمل؟ خلصنا من اليوم ده لو سمحت. ماشي مش عاوز حاجه. يلا بص يا محمود بقى سيبني. هقول اني سقعه لوحدي وكمان هتجوز ابن خالي اللي في البلد. ابن خالي هنا. لو سمحت لو سمحت ما تتخانقيش معاه بس يخلص اليوم بتاعي بعد كده قطعه واقعد لو سمحت. ابن خالك ده اللي هو انا؟ لا واحد تاني كنت بضحك عليك. يا نهار ايه ده يا عم محمود؟ روح بقى اتجوز ام امنيه وخليها تعمل لك بالفعل. اخلص المهمه السريه دي واجيلي. هترجع تلاقيه مش موجود هنا لكني اتجوزت ابن خالي. ما تقدريش بس بقى لو سمحت لو سمحت ما فيش حد فيكم يتخانق مع بعض اخلص اليوم بتاعي بعد كده اتخانقوا. لا انت سبب الخناقه انت ومراتك. لو سمحت يلا بينا يا عم مشيني. يلا يا عم شوفوا المهم يا محمود انا ماشي رايح حضرتك دلوقتي اتجوز ابن خالي. يا بنت خد هنا خد يا بنت يا عم يا احمد. زوزو حبيبتي. نعم يا ماما. انا هروح مشوار 5 دقايق وجايه بسرعه يا زوزو. ماشي. عايزاكي بقى تقعدي زي الشطوره تلعبي بالتابلت بتاعي تمام؟ بس واياكي اياكي تفتحي الباب لابوكي مهما خبط اياكي تفتحي له. افتحي لاي حد ما عدا بابا. حاضر ماما بس اوعي تتاخري عليا. مش هتاخر هاجي بسرعه. لا وكمان عايزه حاجه حلوه وقلعي عيوني الاتنين ده انت تؤمري. سكر يا ماما. يلا يا قلبي اسمعي كلامي. يلا اقعدي. ماشي باي يا ماما توحشيني. باي باي يا حبيبتي. سمحت ما ينفعش كده تقف جنبي. مالك يا امي؟ مالك ايه في ايه؟ ايه يا احمد انا مش على ذمتك دلوقتي يا احمد. فكر ده جواز محلل بس كده وكده يوم واحد بس. بس انا دلوقتي على ذمه عم محمود. من ايه؟ نعم على ثانيه واحده بقى. ايه اللي كده وكده؟ ده جوزها حلالها وشرعاها وجوزها بجد مش كده وكده. والله العظيم لو اقول له استاذ محمد وخليه يطلعه بثاني. مش انا اللي عملت فينا كده؟ قالوا ملوش عندي حاجه. انتوا عايزين تاخدونا لحمه وترمونا عظم. لو سمحت ايدك ايدك من على امنيه. كنت عاوز اسال سؤال يا ام امنيه. نعم. تعرف تطبخي؟ ليه؟ ايوه بتعرف. ولا لم روحك يا واد لم روحك يا. في ايه يا ده انت كده وكده بقى ولا مش فاهم؟ ما ينفعش يا ابني. انا هصحبي وهدغدغك. يا استاذ ايه ده؟ لا يا استاذ احمد ده دلوقتي. نعم 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 مش سامع. ما تتكلمش كده قدام مراتك. بس يا ايه؟ يا استاذ احمد. انا بقيت استاذ احمد؟ ايوه طبعا. يرضيك يا امنيه اللي امك بتعمله؟ معلش. طب روحي وانتي. لا لا ايه يا استاذ احمد؟ ايوه مش بعد كده اهو ما اتعلمتش برضه. ما اتعلمتش زي ما انت زي ما انت برضه. اعمل ايه؟ انت مالكش عندها حاجه يا استاذ احمد. وبعدين محمود بيسالك بتعرفي تطبخي ولا لا؟ علشان هو بيحب صينيه البطاطس بالفراخ. بطاطس بالفراخ هموت فيها ام امنيه. ايه ايه يا ندى؟ انا مش فاهمه حاجه يا عبيطه. محمود ده بيحب الاكل. اعمل صينيه بطاطس بالفراخ هتلاقيه قاعد على جنب لوحده وبعدين شغل له اغاني طول اليوم هيقعد يرقص عليها ويهيص. بصي انت النهارده بتصلي امنيه على السلم مع ابوها وغيظي بقى. بصي افرس يا احمد بقى من ورا الباب. ندى انا يا غزل. نعم يا ماما. عايز ايه؟ افتح الباب يا حبيبتي. بصي يا بابا ماما قالت لي ما افتحلكش الباب يا بابا. ليه؟ هي راحت فين يا غزل؟ هي ماشيه يا بابا. قالت لي انا هجيب لك حاجه حلوه معايا وهرجع لك تاني بسرعه. يعني امك نزلت من غير ما تقول لي يا غزل؟ ايوه يا بابا. قسما انا عازم اني هسيبها يا غزل. كمان يا بابا مش هفتح لك الباب عشان بس اكلم ماما. انا بابا حبيبك يا غزل. ايوه يا بابا. انت كمان؟ ماشي. والله العظيم ما هسيبك انت كمان. كلها 3 شهور. ماشي. يعني اسكتيش. يعني انا هقعد انا وعم محمود في بيت واحد ومقفول علينا الباب ازاي؟ طيب عايز ربي جوزك وما يطلقكيش تاني ولا لا؟ ايوه طبعا. يبقى تسمعي كلامي. بس ده غريب. انا هقعد مع الست دي. بتقول لها ايه انت؟ ما قلتش حاجه. بتقول لها ايه؟ انا فهميني يعني. كفايه بقى استاذ احمد. تخيل فيها بقى استاذ احمد. تخيل فيها استاذ احمد. لو سمحت يا استاذ احمد ما تقربش مني كده. وبعدين حضرتك قلت لي قبل كده لما تعوزي حاجه كلمي ندى وانا بعمل بمشورتك. انت اللي قلت لي كده. لو سمحت استاذ احمد تاني دي مش هيحصل كويس. استاذ احمد دي ما اسمعها. فاهمه ولا مش فاهمه؟ اتنططت خلاص. ايوه اتنططت وعملت الحبتين بتوع. خد مراتك وامشي. تعالى امشي قدامي. خد مراتك وامشي يا محمود. يا عم محمود يا بواب. نزل ايدك يا جدع. نزل ايدك. اهدى يا بابا. يا امي يا ابني كلامي اللي امك بتعمله. استاذ احمد يا بابا بتعمل ايه؟ هو انت اللي غلطان. انت سببتها ليه؟
بابا جواز كده وكده جواز كده وكده. نعم يا محمود. نعم يا حوده. عرفت تطبخي؟ ايوه بعرف اطبخ كويس. فهمتي على كل حاجه؟ فهمتي مراتي الاولى فهمتك؟ ايوه صينيه البطاطس بالفراخ ما تقلقش فهمت كل حاجه. يلا بينا بقى. ما تغني لنا وطب لنا يا ابني شويه. يا محمود لو استاذ محمد يسمعك وانت بتقول مراتي الاولى كان بطلت هنا. خدي معاكي يروح. أوه ده كل ده على شيء. يلا بينا. هقول يلا بينا يا حودة. منور يا استاذ احمد. والله العظيم ما هسيبك، خلي استاذ محمد يطلقك خمس مرات كمان. لما ارجع له الاول، لما ارجع له. حاضر. ماما جبت لك الحلويات اللي انت كنت عايزاها. وحشتيني يا ماما. ها قولي لي، بابا جه خبط عليكي الباب ولا لا؟ ايوه ماما، هو بابا جه خبط عليا الباب بس انا فتحتلوش. اوعي تفتحي له. حاضر، بس انا ماما عايزه اسالك سؤال. اسالي. وانت ليه يا ماما مش عايزه افتح لبابا الباب؟ يا حبيبتي انت لو فتحتي لبابا الباب وهو دخل وانا مش موجوده هيدخل يتربس عليه الباب بالمفتاح ومش هيرضى يدخلنا تاني الشقه، وهيبقى هو اللي جوه واحنا اللي بره. يرضيكي؟ لا يا ماما صراحه ما يرضيليش. طب يلا خدي حلويات. شكرا يا ماما. يلا يا قلب ماما. استاهل يا استاذ احمد، ما انتوا مش هتاخدونا لحمه وترمونا عض. اتفضل يا محمود اتفضل، ادخل برجلك اليمين. نعم نعم نعم. يعني ايه اتفضل فهميني يعني؟ استاذ احمد لو سمحت غلط اللي حضرتك بتعمله ده، ما يصحش ابدا تدخل باب الشقه كده، ما ينفعش. ما تقولش استاذ احمد تاني، ما تقولش استاذ احمد تاني. اولا الراجل دوت تمام، هو متجوزك محلل كده وكده، هيدخل في اوضه وهتربس عليه بايدي وانا اقعد في الاوضه الثانيه وانت هتقعدي وانت امي في الاوضه الثالثه. هو حضرتك مش هينفع تدخل من باب الشقه اصلا. وبعدين اللي انت بتتكلم عليه بتقول الراجل ده محمود، عم محمود البيه البواب جوزي انا. نعم ايوه جوزي انا. انت مش شايف القمر؟ شايف الجمال؟ بالله عليك مش شبه احمد زكي؟ اه طيب لو سمحت بقى اتفضل بره. يلا تهزري. ايوه يا لا مش بره استاذ احمد لو سمحت كده. بتتكلم يا جدع، بتقول حاجه يا جدع، بتقولي اتفضل بره. اتفضل بره ازاي يعني؟ ما تمشيش ايدك عليه. صوري يا ام امنيه خلوني اتكلم. اتفضل. هي بتتكلم في الصح. انت مالكش وجود في الشقه هنا دلوقتي ومش من حقك. بعد اذنك بالذوق والاحترام خد بعضك واطلع بره الشقه. ما تتعداش حدودك لو سمحت يا امنيه. خليك شاهده يا عم. خد امنيه. لا عاوز تاخد امنيه وتطلع بره براحتك. لا خدها ازاي يعني؟ انا مش طالع من هنا ولو على جثتي. تعالي قولي. بصي ايه يا ماما؟ بصي قولي يا حبيبتي، انا عايزاكي دلوقتي تطلعي تقفي مع بابا وتروحي تباتوا عند تيتا النهارده. ايه ده يا ماما؟ عشان خاطري يا حبيبتي، عشان خاطري ما تبوظيش الخطه اللي انا عاملاها يا امنيه، عشان بابا يرجع لنا تاني يا حبيبتي وما يطلقنيش تاني يا امنيه ويفضل معانا طول العمر. ماشي كلام. حاضر. طلع بره. انا فاهم ولا مش فاهم؟ يلا خد بنتك معاك. نعم نعم. يلا اطلع انت وبنتك بره. يا ولد الدنيا تعالى بنتك. انا يلا اطلع انت وبنتك بره. شك الدواء انت يا عم. يا وسع يا عم وسع، انت بتعمل ايه؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. رايك يا مؤمنة في اللي عملته؟ بصراحة ربنا يخليك ليا يا محمود يا جوزي. في صينية البطاطس اعمل لك احسن صينية بطاطس بالفراخ يا جوزي يا محمود. ما تبصش ايدي يا محمود. لا يا محمود لا يا محمود. عاوزين يشغلوا اغاني. هشغل لك اغاني طبعا ونرقص مع بعض. حاضر يا محمود. ده ما هرقص لك رقص. ده محمود ده جوزي حبيبي البيه البواب. هرقص لك رقص بقى يا مغنية عجبك قوي. استاذ احمد لو سمحت، يلا لو سمحت امشي من هنا، ما ينفعش تقعد هنا دلوقتي. لو سمحت روح عند الحاجة والدتك دلوقتي. يلا بقى استاذ احمد توكل على الله. دوس ايديك بقى سيبنا يا اخي شويه. انا محمود جوزي كده هيتضايق. ما ينفعش. واحد ما يعرفش يقعد شويه في بيته. ما ينفعش يتضايق النهارده، النهارده فرحنا. النهارده فرح يا اشتاق. يلا بينا يا محمود، يلا بينا يا جوزي. يلا يا حبيبي يلا. تت لا 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 لا
تصحش آية. الراجل اللي معاكي جوه دوت احنا جايبينه بالفلوس جوه. يا آية ده جواز كده وكده. يا آية جواز كده وكده. خلاص يا بابا اهدى بقى. خديك يا ولية اديك اللي امك بتعمله فيا دوت. معلش يا بابا سبته عشان ازاي من شقتي. ما انت يا بابا بصراحة غلطان يعني ده مش سامعه عشان طلعها عشاني. أنا غلطان؟ أه يا بابا. هو أنا في إيه ولا في إيه يا أمنية؟ أنا في إيه ولا في إيه؟ أمي جوه يا أمنية. بحبك يا محمود أوي أوي. حبك بورسي يا آية. حبك بورسي يا آية. والله يا آية لو اشوفك يا ابني كيف ما عرفتي. افتح الباب يا آية افتح الباب يا آية. انا زعلان يا امنية. خلاص يا ابو اهدى بقى هدي نفسك شوية بقى تعمل ايه طيب؟ ابوك اتكسر يا امنية. ما انت غلطان بقى. ابوك غلطان انا فيه ولا فيه يا امنية؟ يعني عاجبك شكل دوت اللي شبه الولاد؟ ما كانش ابوها المفروض انت تحل الموضوع بالراحة يا بابا ما تتعصبش عليه وتطلقها. خبط عليها قولي لها تفتح يا بابا. لا يا بابا. ليه يا بابا؟ كده يا بابا قبط عليا انت يا بابا. انت اللي عندي المشكله دي اعمل ايه انا؟ مش انا اللي غلطان هو انا اللي طلقتها ولا انت؟ طلبت ايش يا معصير؟ بفلوسي. افتح. عم محمود ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي يا مامي. هو انت ما بتستحماش؟ اصل انت ريحتك مكمكمه قوي مكمكمه قوي قوي قوي. بصراحة ريحة رهيبة مش قادرة اتحمل بصراحة بس مضطرة. استاذ احمد على اخر الزمن. ما هي مش غلطانه يا بابا. 13 سنه 13 سنه بعمل لهم كل حاجه حلوه نسيتهم في ثانيه. انت غلطانه يا يا انا اعصابي تعبت خلي بالك. اعصابي تعبت. خلاص خلاص يا بابا هدي نفسك هدي نفسك. تا 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 يا نهار ابيض على لبس احمد ده انت بوظت شكل اللبس خالص. بوظته ايه دوت غير مبوظ رايك في الطعم عليا. حلو 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 هيعدي هيعدي. البرفان اللي حطيته لك جوه رشيت منه كتير مليت الدنيا برفان. انا ما بحبش البرفان بس رشيت ما زعلتكيش. ايوه ايوه انا ريحتي مش محتاجه حاجه اصلا. يا نهار ابيض ده انت ريحتك مغطيه على ريحتك.
سلمى لما بتشم ريحتك بتعمل ايه؟ هي سلمى مراتي اول ما بتشم ريحتي ايوه يغمى عليها. وانا عارفه حقها يغمى عليها وبتدوب. والله حقها بتدوب. اه بتدوب صح. طيب انا ريحتي مسك شم كده خلاص والنبي اقسم بالله هرجع اقسم بالله هرجع كفايه. الله يخليك الله يخليك كفايه. سيبك بس من كل الكلام ده دلوقتي وعايزاك تركز معايا عشان عايزه اتكلم معاك في كلام مهم ماشي؟ تعالى عشان افهمك كده على شويه حاجات. تعالى معايا. ايه ده يا بابا عشان خاطر ما تعملش نفسك كده يا بابا. ايه ده بقى؟ والله انا بسعدني يا امي. معلش يا بابا. فين محمود جوزي؟ محمود جوزك؟ ايوه. بقى محمود جوزي ده عبيط؟ ايوه عبيط. ده عبيط طلعني بره وهو قاعد جوه مع مراتي ولوحده. وانت ازاي تسيب مراتك مع واحد غريب يعني في الشقه لوحدهم؟ ما انت الغلطان برضه، جوزي مش غلطان. وانت ازاي يعني تسيبي جوزك يعني؟ انت الغلطان، يعني كان لازم تطلعها ثلاث مرات؟ ده عمالين يشغلوا اغاني وانا متضرب ومتعصب ومش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. محمود جوزي؟ ايوه ده عبيط دوت، ده عبيط. اه والله عبيط، ومش عارف هو بيعمل ايه كمان. صدقيني لو اشوفه ده دغدغني وشه. والله ما سايبك يا محمود. ماشي يا محمود تقول فيه انا كده وبتقول لي بحبك، انت كداب يا محمود والله. تعالى خبطوا عليه وانا وانت نتحدوا. اه تمام خلينا مع بعض، والله العظيم ما هسيبه. وانت امسك مراتك برضه اضربها وديها على كمان. وانا موافق. ليه كده؟ ليه يعني يضرب ماما؟ على فكره ماما مش غلطانه في حاجه. وليه كده ماما غلطانه في ايه؟ ازاي مامتك يعني تقعد مع واحد غريب في الشقه لوحدهم يعني؟ طب تعمل ايه يعني؟ على فكره بابا هو اللي غلطان. ماشي يا ابني غلطان وماما غلطانه برضه. وجوزي غلطان عشان وافق وانت غلطانه كلنا غلطانين. والله كلنا غلطانين صح. وبعدين دلوقتي هي ماما اتجوزته، هي ماما ما عملتش حاجه غلط. لا بس ما ينفعش برضه. نيه. نعم. انت ما تنطقوش من على لسانك يا امنيه. فين انت عشان تتجوز انا بس يا امنيه. انت معايا انا مش معايا. معاكي ايد واحده. ايد واحده. تعالى خبط عليهم ونزعل عليهم باب الشقه. ايوه. انا عايزاك تفهمني وتركز معايا. ينفع اقعد براحتي؟ ايوه اقعد براحتك عادي. بس مش قوي بصراحه عشان كل انت ما بتتحرك بس الليحه بتهب عليا. اتفضلي يا ام امنيه كلمي. بص يا امنيه. انا اعرف عنك يعني ومدام ندى بتشكر فيك قوي وبتقول ان انت راجل جدع وشهم كده وابن حلال. وعايزه بصراحه شهادتك دي تكمل كده جميلك معايا. بص انا عايزاك تفهمني بس، لما احمد جوزي يجي يقول لك طلقني قول له لا انا مش هطلق. ايه يا انا كنت شاكك في كده. شاكك في ايه؟ اول ما شفتيني حبيتيني صح. يا عم يا محمود انا طايقه ريحتك عشان احبك، وبعدين انا بقول عليك راجل شهم وجدع. طبعا شفت الطعم عليا لمحت في عينك. بص يا عم بصراحه يعني احمد جوزي ده متسرع قوي قوي، وعلى اي حاجه وعلى افه الاسباب بيطلقني بيرمي عليا من الطلاق ويقول لي انت طالق. وهو وصلنا لحد دلوقتي على المحلل وان انا اتجوزك وكده. انا بقى بصراحه عايزه اعلمه الادب، وعايزه كمان اعرفه ان هو ما يطلقنيش ابدا بصراحه. يعني انا خايفه على بيتي وعلى بنتي، وعايزه بنتي تتربى بيني انا وجوزي، ومش عايزاها تتبهدل. طب دلوقتي لما انا اقعد عندك هنا مين في العماره هيسيئها ويلم الزباله؟ فاهميني برضه. مراتك سلمى مراتي؟ لا سلمى مراتي مالهاش دعوه بالعماره ولا سكان العماره ولا تجيب طلب حتى لاي ساكن في العماره. سلمى مراتي انا معيشها برنسيسة معززة مكرمة. ما شاء الله عليك والله يا عم محمود، والله انت راجل جدع والله. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، اسقف لك والله العظيم. بس انا بقى عايزة اقول لك على حاجة، انا عايزك تكمل جميلك معايا للاخر، وهعمل لك كل اللي انت عايزه وهديك الفلوس اللي انت عايزها. ايه رأيك؟ كل اللي اقوله؟ ايوه. يعني طب خبط ثواني يا عم. طب ثواني انت قلت ايه؟ كل اللي عاوزه. كل اللي انت عايزه. يعني هتجيبي لي توك توك؟ هجيب لك توك توك. توك توك؟ توك توك يا طب خبط. وهتجيبي لي شقه؟ وهجيب لك شقه. انت قلت يا ثواني يا عم يا اللي على الباب. ماشي. هتجيبي لي شقه. شقه وتوك توك. انت اللي قلتي. انا قلت. وانا قد كلمتي. ماشي يا ماما. عشان انت بس راجل شهم وجدع. ماشي. ممكن بقى اشوف مين على الباب ولا لا؟ تعالى يا ماما. لا وسمحت ايدك يا عم محمود، انا لسه كنت بقول عليك ايه؟ راجل شهم وجدع. سنيت البطاطس. كل يوم بطاطس بالفراخ وبطاطس باللحمه، بطاطس بالفراخ وبطاطس باللحمه. انت تؤمر. ماشي يا ماما، تعالى نشوف الباب. الباب بقى. يلا. سلمى. سلمى. راحت فين دي؟ مش جوزها مش موجود؟ تخلي بالها من العمارة. سلمى شوف راحت فين دلوقتي، اكيد بتجيب طلب ولا حاجه. ايوه ايوه
ايوه انت خليتي فيها يا استاذ احمد، شغلوا اغاني. ايه انت يا محمود قايل لك جواز كده وكده، قايل لك جواز كده وكده، هتطلع بالليل جوزي ولا جوزي؟ بقول لك ايه، ما اسمحلكيش، ده جوزي انا. هو دي مراتك؟ اه سيدي سلمى. سلمى مالك الجميله يا محمود؟ اهدي بس كده شويه، اهدي شويه لما ادخل جوه الكلب. اغاني بدل يرقصوا مع بعض. كل دلوقتي يا سلمى. لا هو ده هتجوز ابن خالي صح ولا مش صح؟ اروح اتجوزه؟ ما هوش عارف. اهدي عليه، اهدي شويه بس. اهدي يا سلمى، اهدي شويه، اهدي شويه بس يا استاذه سلمى. يا ماما. ايه يا روح؟ انا بصراحه يعني ماما تعبانه وعايزه ادخل انام. طبعا يا روح، قلب ماما ناس، عيني ماما ناس، ايه ماما ناس. طيب انت يا سلمى وانت سايبه العماره لوحدها هناك؟ انت همك العماره مش همك اللي انا فيه؟ يا نهار ابيض. خدي دي معاك يا حبيبتي، انا ممكن خشي يا حبيبتي يا امنيه. خدي بقى استاذ احمد. طيب فلوس ضعف ال 50 جنيه ديت. اه امسك. مالها؟ هتروح العمارة تلم الزبالة وتسيق السلالم وانت جاي هتجيب لي علبة سجاير وخلي البيع عشان انت بتشوف سجاير يا محمود؟ لا ده انت حيوان بقى، ده انت حيوان بقى يا جدع. لا 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 انت حيوان بقى يا جدع. وبابا ما يقدرش يستحمل كل دوت. بصراحه يعني يا بابا انت اللي غلطان. هو انت عملت فينا كده دوت. اتفضل اتفضل بره من غير ما تروح. بره من غير ما تروح. تعالى معايا بره. ونشوفوا حل الموضوع دوت ايه، ما هو لازم يطلع النهارده. ماشي كده برضه يا محمود، اهون عليك تسيبني يعني وتيجي تتجوز ام امنيه وقاعد هنا ومبسوط وسايبني ايه ده؟ انا فاهمك كويس. صدق انا غلطان اللي عملتها لك بتجوز ابن خالي. يا بنت افهمك ام امنيه، انا هتجوز ابن خالي بقى. اهدي بقى وخلاص يا اسماعيل. ام امنيه قالت لي ما تطلقش دلوقتي واسمع. ايه ليه يعني ما تطلقش؟ يا بنت قالت لي وعدتني هتجيب لي توك توك يا بنت وهتدي لي فلوس كتير يا بنت. بتضحك عليك عشان تشتري عشان تغيظ جوزها. هتضحك عليك والله. ما فعلا بتغيظ جوزها فعلا، بس هتجيب لنا الشقه اللي انا وانت بنحلمها بيها والتوك توك يا بنت عشان في البلد يا بنت لما نخش بالتوك توك كده يقولوا ايه محمود عنده توك توك اهوت، محمود اهوت، وانتي سلمى اللي جوزها عنده توك توك. صح والله غلط يا بنت؟ ماشي هو كلامك صح، بس هي ممكن تكون بتضحك عليك عشان تغيظ جوزها. ما بتضحك عليا ولا تغيظ؟ لا ما تضحكش عليا، هي بتغيظ جوزها اه بس ما تضحكش عليا. يعني هم اصلا يعني ناس مبسوطين معاهم فلوس ان هم يجيب لك شقه وتوك توك. ايوه بص الشقه عامله ازاي يا بنت؟ تفهميش ولا ايه؟ خليكي شوافه. طب هتعمل ايه دلوقتي يعني؟ انا يعني مش هرجعوا. طب اقول لك على حاجه يا سلمى، خليكي قاعده معايا ما تسيبنيش. يعني انت اصلا ما كنتش راجع تاني للعماره كنت هسيبني اقعد هناك لوحدي صح؟ يا بنت لا والله. ماشي يا محمود. يا كنت هبعت اجيبك يا عبيطه. انت بتضحك عليا عشان انت مش بتحبني اصلا. يا بنت انت شكلك حبيت ام امنيه. ام امنيه مين دي؟ دي ريحتها نتنه وعفنه. هم كلهم ريحتهم وحشه؟ ايوه ما احبهمش. احبك انت يا جميله. لا يا محمود. والله احبك واموت فيك يا بنت. خلاص بقى ما تزعلنيش مني. بس هنقعدوا هنا ازاي يعني يا محمود؟ مفكيش دعوه انت، انا بظبط كل حاجه. ماشي اذا كان هقعد معاك ويبقى عيني عليك هقعد معاك عادي مش مشكله. قاعده البيت بيتنا يا بنت وبراحتنا. طب والعماره يا محمود؟ احنا مالنا بالعماره؟ جوزها بقى يروح يكتب في العماره، احنا مالنا. سلمى راحت فين دي؟ استاذ محمد. استاذ احمد حبيبي اطمن يا استاذ محمد، سلمى مش هنا ومحمود البواب مش هنا. ازاي هم يعني؟ هما اللي سابت العماره لوحدها؟ هما الاثنين قاعدين في شقتي معززين مكرمين، هما جوه وانا بره. بقول لك ايه؟
زي ما جوزتهالي البواب دوت تيجي تطلقها منه. انا معايا فلوسي وكل حاجه جاهزه يا استاذ محمد. من عندي من عندي. انا مش قادر استحمل اكتر من كده. قسما عظما اني هسيبه كلها 3 شهور وهمشي من العمار. ايوه كده، زي ما وقعتني في المصيبه تخرجني منها لو سمحت، عشان انا اعصابي خلاص مش مستحمله. كنت مكانك ما تخافش. تعالى بس محمد معايا. يلا بينا. اتفضل. قسما بالله ما هسيبك يا محمود. ماشي. العيش الجميله ديت، العيش الحلو ده، انا مبسوط اتبسطت يا بنت بالعيشه دي. الحلاوه دي، الجمال ده كله يا بنت، الحلاوه دي. مش بذمتك الاوضه بتاعتنا احلى من الشقه دي كلها؟ الاوضه بتاعتنا احلى من الشقه دي. حلوه طبعا. بتقول ايه بس يا سلمى؟ يا سلمى ما تزعلنيش منك يا بنت. لا انا عايزه ارجع الاوضه بتاعتي. وبعدين مش انت قايل لابو غزل اكتب لنا الاوضه باسمك ودي الاوضه بتاعتنا؟ عايز ايه بقى من الشقه؟ لا انا احلامي اكتر من كده بكتير. انا عاوز اجيب شقه تبقى من كده والتوك توك بتاعنا يا بيه. لا لا لا, لا, لا. على الاوضه احلى يا بابا. لما نجيبوا الشقه ان شاء الله الاوضه دي هنأجروها او ممكن نجيبوا بواب يشتغل لحسابنا احنا. ايه ده، هو ينفع يا بنت؟ ايوه ينفع. سيبيني انا اظبط كل حاجه. ايوه افتحي يا ايه لو سمحت يا ايه. انا طبعا يا ايه جوزك هيكون مين يعني؟ يعني يا استاذ احمد هو الكفايه. يا ايه محمود فين يا ايه؟ يعني يا استاذ محمد. محمود فين؟ نعم يا استاذ محمد. محمود فين يا ايه عشان يجي يطبع؟ محمود جوزي نايم. نايم؟ ايوه نايم. نايم ازاي يعني يا ايه؟ نايم زي النايم. صحيح. طيب ما ينفعش ازعجه. يلا عشان يخلص يا ايه. يخلص ايه؟ مش فاهمه. يطلق. يطلق؟ ايوه. طيب بص بقى، معلش انا اسفه يعني، انا مضطره بس استاذنكم شويه عشان انا هكلم ندى اسالها ينفع اطلق ولا لا. ادي كلمي ندى. ايوه، ما هي قالت لي ما تتصرفيش في حاجه غير لما ترجعي لي الاول. هي قالت لي كده؟ ايوه هي قالت لي كده. قسما عظما ما سايبها. ماشي. معلش على اذنك بقى يا استاذ احمد، مش انت اللي قلت لي كل حاجه؟ استشيري ندى، لو في حاجه وقفت معاكي كلميها واساليها. اهو انا بكلمها. بشوقك يا ايه، بشوقك يا ايه. تاني عصبيه؟ طب روحي وانتي. محمود جوزي حبيبي. الو. ايه يا ايه؟ بصي يا ندى، دلوقتي احمد طليقي ومحمد طليقك واقفين على الباب وجايين بيقولوا لي فين محمود يلا علشان يروح يطلقك. اقول لهم ايه واعمل ايه؟ انا قلت لهم مش هتصرف. يعني ما وافقش. خلاص ماشي. وكده يا ايه خليكي يا ايه كده، انشف يا ايه خليكي جدع. لا ياخدونا لحم ويكون عظم يا ايه. ما تقلقيش، ده انا قويه جدا وجامده جدا، ما تقلقيش مني خالص. انت عارف البواب اللي انت جايبولي دوت لابس الترنج بتاعي؟ ما تزعلش، ما لابس الترنج بتاعي انا كمان. ما انا هصمد، هصمد للنهاية يا ندى، هصمد للنهاية. يلا ماشي يا ندى، هكلمك تاني. انا قلت لهم مش هعمل اي حاجة غير لما ارجع لندى الاول. محمد طليق بقى قال ايه؟ قال لي يا ندى قالت لي كده. طب والله ما انا سايبها. هيعمل ايه يعني؟ ماما طلقني كده كده. خلاص ماشي، يلا بقى عشان نروح لهم وهم واقفين على الباب. يلا يلا، باي باي. باي باي. انا هوريك يا احمد عشان تبقى كل شويه انت طالق انت طالق انت طالق. انا هعلمك بقى ازاي ما تتعصبش عليا ولا تنطق الكلمه دي خالص. ايه ندى قالت لي ما تتطلقيش، وانا بصراحه بقى هسمع كلامها ومش هتطلق عشان انتوا لازم تعرفوا قيمتنا. ندى قالت لي كده؟ ايوه قالت لي كده. انا هتصرف معاها ازاي يعني؟ ايه خلاص انا اسف وحقك عليا. لا مش قابلة اسفك، لما تعرف قيمتي الاول وتعرف انت بتقول لي ايه وبتتكلم معايا ازاي وتمنع بعد كده كلمه الطلاق دي تنطقها على لسانك، تبقى بقى افكر ان انا اتطلق. لو سمحت يلا من هنا، عشان لو جوزي قام من هنا على سلام هيعمل مشكله كبيره وهيعملكم كفته والله. يا ايه على فكره احمد بيحبك يا ايه. لو كان بيحبني كان صني وكان عارف قيمتي وصان كرامتي، مش كل شويه يطلعني ويمرمرني. لو سمحت يلا من هنا، لو سمحت يلا بقى من هنا بقى يلا، مش عايزين نرجع كده. انت على مراتك بتعمله ده؟ قسما انا عايز ادخل بيتك تاني. يا عم انا مش عايزك تدخل بيتي، انا عايزك تخلصني من المصيبه اللي انا فيها دي.
انا هخلصك من المصيبه دي وبعد كده مش عايز اقول لك تاني. بعيد عني. لا ندى قالت لي طلقي هتطلق. يلا مع السلامه. سيبها دي تشتغل يا مميه. يا مميه. ايوه يا ماما. صبر صبر. ايوه 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 يا عم محمود. خير فين صينيه البطاطس بالفراخ؟ في الفرن يا عم محمود. انا عاوز اقول لك على حاجه. نعم. الفراخ دي بلدي ولا حمرا؟ بلدي طبعا يا عم محمود. انا ما اكلتش الا البلدي. لا ما تقلقش ما اكلتش الا البلدي. والباذنجان يا محمود. ثواني بس وعاوز اقول لك على حاجه ثانيه. التوك توك فين؟ التوك توك حاضر يا عم محمود من عينيا الاثنين. وهجيب لك توك توك مستورد كمان، مش توك توك مفتوح، لا هجيب لك توك توك كده مقفول زي العربيه. تحفه تحفه تحفه. بس هقول لك اقول التوك توك يا بنت. قولي احمر. احمر حلو. احمر احمر. ايوه من عينيا الاثنين احسن توك توك احمر في الدنيا كلها. العام يا محمود بجد ولا بتضحكي علي؟ والله العظيم بتكلم بجد. والشقه. بص يا عم انا وعدتك اني هعمل لك كل اللي نفسك فيه، بس اهم حاجه ان انت تطلع معايا ايه شهم وراجل وجدع وتنفذ اللي انا قلت لك عليه. يلا يلا ماشي. حضري الجدع يلا. مش للدرجات يا عم محمود، بقول لك شهم وجدع. حضري الجدع يلا. قوم يا ام اميه. حاضر يا عم. يا هنا بقى يا بنت واحد ياكل ويشرب ويتدلع. ايه الجواد ده كله؟ يعني قصدك ان انت مش بتحب البتنجان بتاعي صح؟ يا بنت يا سلمى ما بتفهمش كلها خالص يا بنت. انت مش بتحبني يا محمود ولا بتحب البتنجان بتاعي؟ ما تتكلمش معايا يا محمود. والله يا سلمى انا هغنيك اغنيه. لا ما تغنيش. نام نام يا محمود. يا بنت ما تصدق يا حبيبتي ما تصدقش اللي قال لك عني كلام ده. عاوزنا نكون اقصر. بالله عليك اسكت، مش عايزه اسمع منك اغاني، مش عايزه اعرفك تحبني ولا ما بتحبنيش، مش عايزه منك حب. بنات انا عايزه ارجع على الاوضه بتاعتي. ليه كده بس؟ ليه كده يا استاذ ندى بس؟ بتعملي فيا ليه كده؟ في ايه؟ اتكلم يا استاذ محمد. ثواني ثواني يا استاذ احمد، ينفع انت عملتيه ده يا ندى؟ انا مش قلت لك يا محمد ما تجيش هنا تاني عشان سكان العماره ما يقولوش عليا كلمه وحشه. لا 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 بس ثواني 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 يا عمي ثواني. انا جاي احلل مشكلتك يا استاذ محمد. اتخانقوا بعدين لو سمحتوا، اهم حاجة أنا عايز بيتي لو سمحتي. يا ندى أنت بتسخني على مراته ليه يا ندى؟ ما بقتش مراته، بقيت طليق. خلي بالك. مش أنت اللي عملت كده؟ تستاهل. خلي بالك أنت كده هتشيلي ذنب، أنت كده هتخربي لي بيتي. خلي بالك وأمنية تتربى بعيد عن أبوها. وأنت ما فكرتش ليه وأنت بتخرب بيتك وبتطلق مراتك عشان قصة شعر؟ ها؟ ما فكرتش ليه؟ ده أنت كان ممكن تعاقبها عقاب، يعني أي عقاب تعاقبها لها ما عدا الطلاق. زلت لسان وخلاص يا ندى. زلت لسان. احنا مش هنفضل عايشين منكم، عايشين خايفين منكم على طول. ايه العيشه اللي كلها خوف 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 الا يطلقني مره واحده؟ في ايه؟ خلاص احنا اولاد ناس على فكره. انا حمانة انت بنت ناس، حد قال لك كلمه غير كده؟ احنا متاسفين. يعني هي دلوقتي لو كنت طلقتها واخدت شنطه هدومها وبتاعها ورحت عند ابوها طبعا ما كنتش سالت عليها صح؟ انت متضايق قوي عشان هي قاعده في الشقه. ما انتوا لازم كده لازم تتربوا عشان خاطر تربوا. يا ندى احمد بيحب مراته ايه؟ اه والله لو كان بيحبها ما كانش طلقها، ما كانش كل شويه يطلقها. اتعصب يا ندى اتعصب. طب وانت اتعلمت. انا عايزك بقى تكلميها يا ندى وتفهميها. افهمها ايه؟ يا استاذ اللي هي توافق. بس بس يا استاذ ندى لو سمحت لو سمحت قدر الموقف اللي انا فيه. في راجل غريب في بيتي، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. هيحصل لي حاجه. خلاص هحاول اكلمها واقنعها. لا مش هتحاول انت، ده اكيد اكيد هتقنعيها. يعني انا كلميها يا ندى. طب انا هكلمها واقنعها، واذا لو اتطلقت من عم محمود البواب مالكش تروح بيتها لمده 3 شهور اللي انت لحد ما شهور العده تخلص. وانت كمان يا محمد. مش هنرجع امتى يا ندى؟ انت عايز بعد 3 شهور يا محمد. يعني 3 شهور يعني هتكلميها؟ هحاول. انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا ده طليقي. ما انا جاي احل لك مشكلتك. مش قلت لك انت بتتكلم كتير. مش قلت لك بعد 3 شهور؟ اتفضل كده بقى. يلا بقى عشان ورايا طبيعي. مع السلامه. يلا النبي يا اخويا مع السلامه. امانه عليك كلمه. والنبي يا استاذ احمد امشي. ايوه كده ايوه كده. ما هم مش هياخدونا لحم ويرمونا عظم. خليكوا كده شويه تزلوا شويه. ايه يا ندى يا حبيبتي؟ بصي يا ايه. نعم. دلوقتي احمد جوزك وجوزي كانوا عندنا دلوقتي. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ دلوقتي هما اتعلموا من غلطهم ومش هيعملوا كده تاني خالص. هو باين والله عليه غلبان وطيب. انت اللي عليكي بقى تطلقي من عم محمود. يعني خلاص كده اتطلق؟ بس هما مش فرحين بالطلاق. ما انا خايفه برضه يا ندى يرجع يتعلموا.
يعني هو كده مش هيطلقني تاني وهعيش في امان؟ ايوه بس انت عليك حاجه واحده بس. ايه هي؟ تطلقي وتقعدي 3 شهور ما تدخلوش عندك البيت خالص. تمام تمام فهمت. بس اسمعنا كده، ان انت ما تطلبوش منه الطلبات اللي انت عايزاها. ايوه تقدري تطلبي كل اللي انت عايزاه يا حبيبتي. طبعا انا فاهمه كده كويس. بس خلاص ماشي يا ندى، ربنا يخليك. انا وعدت خلاص لما استقال يطلعونا فين. ربنا يهديهم والله بقى، ربنا يهديهم عشان كده بصراحه كتير علينا. لا خلاص يا حبيبتي. ماشي يا ندى، ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا ربي يا ندى. يلا عايزه حاجه؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي. على امنيه. حاضر يا حبيبتي، عينيا الاثنين. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. يا ماما يعني انت خلاص ترجعي لبابا؟ باذن الله يا حبيبتي هنرجع لبابا باذن الله يا امي. ايوه يا ماما عشان هو وحشني بسرعه. والله يا حبيبتي انا بعمل كل ده علشانك. وكمان يا ماما انا عايزه لك على حاجه. قول يا ماما. انا كده يا ماما مش عارفه اطلع من اوضتي يا ماما، مترمى عمو ده موجود بره. والله يا امي ده غلبان قوي وطيب. عم محمود ده غلبان قوي وطيب. ماما هو بس سمع صوته. ماما ده وحش قوي، طول يوم يغني طول يوم يغني. ماما هو نايم يغني ده فظيع. هو مقتنع يا امنيه ان هو صوته حلو. خلاص يا امنيه كلها كلها كام يوم يا امنيه وان شاء الله كده هتطلق ومش هتشوفي تاني باذن الله. خلاص ماشي. بس والله يا حبيبتي انا بعمل كل ده علشانك، عشان بقاش عايشه خايفه مع باباكي. عايشه مع باباكي خايفه قوي يا امنيه. خايفه ان هو في اي وقت يطلقني يا امنيه، وبعدين مش هنعيش تاني مع بعض. وبعدين عايزاكي تعيشي معايا برضو انا وباباكي، تعيشي في امان وتعيشي في عيشه كويسه يا امنيه. حاضر ماشي حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. يا رب. يا عم محمود ما اتطلق بقى. يا عم محمود ده مش بيطلق. ليه يا عم؟ اتطلق بقى. اتفقنا عليه. طب اتطلق وهنجيب لك صوت. لا مش بيطلق. يا عم محمود ان انا مش هرجع في كلمتي معاك. تنفذي الاول كل اللي قلت لي عليه. خلاص حاضر. يا عربية يا محمود. طلق بقى يا عم محمود. طلق بقى. طلق بقى. وعشان الشمس والشتا. يعني دي بتاعت جوزي محمود؟ طلع بقى. خد هتمضي على الطلاق، هتاخد ورقه التوك توك اهو. مفتاح فين؟ مفتاح التوك. لا دي المفتاح. هو فين؟ لا تشغلني ولا ايه؟ يا باي علي تشغلني انا. دي حلوه قوي، دي احلى من الاوضه. يا بنت جبت المفتاح اهو. يا بنت وانت اول واحده. يا عم طلع بعد كده حته فيها. يا عم بفهمها ايه ده؟ طلع بعد كده حته فيها. خد ثواني. خلص. طب خلص ثواني وهرجع لك تاني. خلي بالك على نفسك لحد ما يا عم طلق. ماشي خد. خلص يا عم محمود. دي ليه يا محمود؟ وده عم محمود شرب. يا عم طلق. طلق. والله ما مزعل. بالراحة بالراحة. يا عم طلق. وراح بالبطاطس عم. ده لسه بيصنية حالا. طلق امضي. امضي هنا على الطاولة. ايه ده اهو؟ ثواني امسك الباب. ثواني يا عم. واحدة واحدة يا استاذ احمد. ايه ده يا عم انت على الطاولة. بستبشر بكده. بتعرف انت ولا ايه؟ يا بستبشر. خلاص يا عم محمود. يقول بسم الله الأول. يلا. سيدي. طلع. يلا يا محمود. يا محمود ركز هنا بس. بس. ايه هو اللي بتاع التوك توك؟ قول لها انت طالع. يلا على اليمين. قول لها. بالتلاتة. ايوه. روحي. يلا قولها. انت مش قادر تقولها؟ انت مش بتحبني يا ماشي. ورا التوك توك اهو. روحي وانتي. روحي وانتي. ايوه. خلاص يا عم محمود. قولها. يلا يا بارد بدل ما انزل فيك طرف. يا حبيبتي ما لا انت كداب. انت مش بتحبني يا محمود. قلك يا عم. يلا طلقها الاول. طلقها. روحي وانتي. بس يا سلمى. بص يا عم محمود انا قلت لك انت راجل شهم وجدع، وانا طلعت كمان جدع معاك وجبت لك التوك توك اللي انا وعدتك بيه. انت بقى ارمي لمين الطلاق؟ يلا يلا اخلص بقى. ورا التوك توك اهو. يا عم روحي وانت طالق وقول كده. روحي وانت طالق. ايوه وانت طالق. وانت طالقها بقى. ايوه يا محمود. ايه؟ يا محمود قولها يا محمود بدل ما اروح الراجل واتجوز ابن خالي. يا محمود ايش هقعد ساكته انت كمان؟ ايوه يا عم لا يا عم قولها. يا عم محمود روح وانت. ما خلص يا عم محمود بقى. بقول لك انت راجل شهم وجدع. ما عارف ليه مش عارف تطلعها عشان مش لابس الجلابيه بتاعتك. اليوم دي غيرتك يا محمود. ده انت تنين يا جدع. اه الجلابيه بتاعتي بتزعل يا عم. اه لا مش بتقلعك لما الجلابيه تيجي يا اختي. والله العظيم هحدفها لك
ماشي يا ست، توكل على الله دلوقتي. امشي دلوقتي. ماشي دلوقتي. روح وانتي طالب. تلاتة. قبل ما اقول اي كلمه افكر فيها يا احمد انا عايز عشان خاطرك انت وعشان خاطر امنيه يا مش متعصب تاني تربط تربط في وسطنا ايوه يا احمد انا عايزه امنيه تربط في وسطنا متفهمش من حد فينا انا وانت خلاص انا اسف يا امنيه انا كمان يا حبيبتي لا يبقى انا زعلانه منك اسف عشان بوظت لك فرحتك مش في النتيجه بتاعتك انا اسف يا حبيبتي لا واهم حاجه وانا هكون جنبك وانا مبسوطه قوي ربنا يخليك ليا وعايزه اقول لك على حاجه كمان حتى لو انا غلطانه في حاجه المفروض تفهمني بالراحه وتنصحني مش على طول تدخل تزعق لي وتتعصب وتقول لي انت طالق خلاص يا حقك عليا بقول لكم ايه نعم. يلا بينا تعالى نتغدى بره كلنا يلا بينا يا امنيه ماشي يلا بينا معلش يا احمد خد امنيه بس انا مش هينفع ليه يا ماما يلا ما يعدي 3 شهور يا احمد وتقعد عيد ما ينفعش ايه ده اكل عادي فكيه لا ما ينفعش يا احمد سامحني وبعدين كمان عشان تعرف انت يا احمد لما تبعد عني هتعرف انت انك مش هتقولي كلمه طارق دي تاني ابدا طب خلاص انت مش عايز تيجي معانا امنيه حبيبتي نعم.
امك كانت بتحب ايه؟ السوشي. اه تعالى بقى ناكل السوشي ونتدلعه ونقعد في كافيه على البحر. يلا بينا. انا اجيب لك معايا. اه هتيجي معانا ولا لا؟ معايا اتنين يا ماما. انا جاي. امنيه هتوحشيني. هتيجي معانا ولا لا؟ لا بعد 3 شهور. فكيه 3 شهور. السوشي 3 شهور. السوشي 3 شهور. الله. يلا بينا يا امنيه. يلا بينا يا يلا بينا. هتوحشيني يا امنيه.